استاذ فتحي محمد علي، مدير عام اداره الزاويه الحمراء التعليميه، بنرحب بحضرتك في اخبار اليوم اولا. اهلا بحضرتك. وبنسال حضرتك ايه هي استعدادات وزاره التربيه والتعليم لبدايه اول يوم دراسه في 2014؟ بالنسبه لازال الاصرار على ان ميعاد الدراسه في موعده. بعض المحافظات بدات النهارده، اللي هي وبعض الادارات الاخرى اللي فيها مدارس لغات بدات النهارده، اما احنا على مستوى اداره الزاويه لان كل المدارس اللي عندنا مدارس حكوميه، فالبدايه الفعليه من بكره يوم الاحد 21. اشيع ان الاسبوع الاول والثاني هو انشطه فقط، وهذا غير حقيقي. تمام. انما الاسبوع الاول والثاني هيكون تركيز على الانشطه، يعني سيرا مع العمليه التعليميه. انشطه يعني مثلا ايه؟ الانشطه الرياضيه، الانشطه الفنيه، الرياضيه وموسيقيه وفنيه، جميع الانشطه اللي بترضي يعني طموح الطالب. فهو اول اسبوعين هيكون دراسه عاديه مع التركيز على الانشطه، يعني حتى يستطيع الطالب ان يعرف الطريقه التي سيسير عليها بقيه العام، لكن هذا لا يمنع من ان الدراسه كما هي والجداول كما هي. بالنسبه لعندنا برضك على مستوى حاجه اسمها اللامركزيه او الصيانه البسيطه في المدارس، كل المديرين المدارس صرفوا، وكل مديرين المدارس قاموا على الوجه الاكمل. هيبقى في وجبات تقريبا، وجبات كامله للتعليم الاساسي. الوجبات هتبقى في التعليم الاساسي، ودي بتبقى منظومه مع اداره الصحه مفتشي الاغذيه وموجهي الاغذيه عندنا هنا في الاداره، وبتمشي يعني. والاستاذه الفاضله مديره المديريه شددت على متابعه سلامه هذا الجانب، وحذرت بعض المحاذير من ان لازم يكون في ضمان للوجبه. هي طبيعي في ضمان، بس احيانا بيكون الفساد من استعمال الطالب ليه، يعني مثلا لو حاجه في زجاجه بيشرب نصها ويركن نصها، بيكون بعد كده بدون ثلاجه كده فبيفسد طبعا. لكن من ناحيتنا احنا الخدمه ممتازه والامور يعني على خير ما يرام. بالنسبة لي الصيانة البسيطة، احنا جينا النهاردة السبت يوم 20 للتأكد من ان المدارس وكل الموجهين وكل المتابعين نزلوا في المدارس وجابوا لنا تقريرات، ولازالت البعض يعني سيأتي بالتقريرات، والحمد لله الامور على ما يرام. تعداد الطلبة في الفصل مثلا، هو هنا في... لا هو عندي هنا يعني مدرسة او اتنين اللي الكثافة وصلت لستين او 61، فيما عدا ذلك معظم المدارس بتدور حوالين الاربعين واقل من الاربعين. تمام. مادة التربية الوطنية يا فندم، حضرتك مش شايف انها لازم تنضاف للمجموعة تبقى مادة اساسية للطالب عشان التوعية الوطنية؟ هو اللي هي معلش مع احترامي، هي مش قضية اضافة للمجموعة، هي يعني ما هو عند حضرتك التربية الدينية سواء اسلامية او مسيحية لا تضاف. تمام. ومع هذا في بعض المدرسين يعني بيشد الطالب ليها، هي عايزه جديه في الاداء بالظبط، يعني مش قضيه ايه مش مجموعه مش مجموعه، لا هي عايزه جديه في الاداء وجديه في التصحيح، يعني ممكن لا تضاف للمجموعه لكن تكون ماده ايه نجاح ورسوب. تمام. أي. تمام. بالنسبه عندنا برضك هيئات التدريس يعني الى حد كبير نعتبر ما عندناش عجز كامل العدد ان شاء الله، الا العجز في مدرس الانشطه، ولذلك الوزاره فتحت الباب في التعاقد مع الانشطه، ومع هذا العجز في الانشطه ده لن يعوق العمليه التعليميه. يعني ليه؟ لان عندنا القانون او قرار رقم 313 8 انشطه، فبيتيح للطالب ان يختار النشاط اللي هو عايزه، فإذا كان في مادة أو نشاط فيه عجز يعني مش هيعمل عرقلة لأنه في نشاط بديل.